أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في كتب تفسير القرآن الحكيم وكتب الحديث الشريف وكتب التاريخ أن رسول الله صلى الله عليه وآله في ابتداء البعثة جاء وصعد على الصفا ونادى: يا صباحا يا صباحا. هذه الكلمة كانت تقال عند الاستغاثة عندما كانت هناك مصيبة تستقبل الناس أو تستقبل الشخص أو تستقبل رهطا معينة. رسول الله نادى بهذا النداء وهو على الصفا والمشركون مجتمعون، فجاء إليه المشركون فقال لهم، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وهم لم يزالوا مشركين، قالوا: ماذا، لماذا ناديت بهذا النداء وأية مصيبة تستقبلنا، أية مشكلة أمامنا؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله: أرأيتم، يعني أخبروني إن قلت لكم إن العدو مصبحكم أو ممسيكم كنتم تصدقونني؟ قال لهم: إذا أنا أخبرتكم بأنه سوف في الصباح هناك أعداء يريدون أن يأتوا إليكم ويحاربوكم ويقتلونكم ويؤذونكم ويأسرونكم وينهبونكم في الصباح أو في المساء، إذا أخبرتكم بمثل هذا هل كنتم تصدقونني، تعتبروني أنا صادقا عندكم؟ قال صلى الله عليه وآله: كنتم تصدقونني؟ قالوا: بلى، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان الشخص الوحيد قبل البعثة عند المشركين الذي يلقب بالصادق الأمين. الصادق، هذا ال في علوم البلاغة يستفاد منه الحصر، أداة حصر، قد يقال فلان صادق وأمين بدون ال. هذا مجرد بيان أن هذا رجل صادق ورجل أمين. أما إذا قيل في اللغة العربية الصادق الأمين، يعني صدق هذا وأمانة هذا منحصران فيه، يعني ليس هناك في الناس من يكون بهذه المثابة من الصدق والأمانة، هذا الوحيد الذي هو
صادق وأمين. كان رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا معروفا عند المشركين قبل البعثة. ورسول الله صلى الله عليه وآله سألهم ذلك ابتداء وقال: لو كنت أخبركم بأن العدو مصبحكم أو ممسيكم كنتم تصدقونني؟ قالوا: بلى. ثم قال لهم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. عرض عليهم الإسلام وأن الإسلام هو التوحيد والمعاد وبقية العقائد الأخرى التي ذكرها تباعا من ابتداء البعثة وبعد ذلك. إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. من يظلم بعد موته يحشر في يوم القيامة ويكون معذبا، وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وآله ذكر لهم الجنة وذكر لهم النار، وأن الذي يأتي بالأعمال الحسنة الله يجازيه بالجنة، والذي يسيء ويأتي بالمظالم الله يجازيه بجهنم. فلما قال ذلك قام أبو لهب وهو عم رسول الله وأخو أبيه وقال لرسول الله: نعوذ بالله، تبا لك، ألهذا دعوتنا؟ فنزل السورة المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر السورة الكريمة. وفي الأحاديث الشريفة أن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا زعماء قريش وشخصيات قريش 3 مرات، وفي كل مرة يطعمهم ويسقيهم. وبعدما كان يطعمهم ويسقيهم، وفي نفس الأحاديث أنهم كانوا 40 رجلا، هؤلاء كانوا شخصيات العرب، كانوا رؤساء مكة المكرمة، كانوا الأفراد المتميزين في ذلك المجتمع. فلما كان يطعمهم رسول الله ويسقيهم بعد ذلك كان يقول لهم: أيكم يكون أخي ووارثي ووزيري ووصيي وخليفتي من بعدي؟ في كل ذلك يحجم كلهم عن الجواب، ولم يجب أحد منهم رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، فكان يقوم ويقول: أنا يا رسول الله. في المرة الأولى دعاهم فلما قال أمير المؤمنين ذلك وأجاب رسول الله بالإجاب، قال: أنا أكون هكذا؟ القوم كانوا يقومون ويستهزئون برسول الله، يضحكون استهزاء من رسول الله، ويتوجهون إلى أبي طالب والد أمير المؤمنين ويقولون له: قد أمرك أن تسمع وتطيع لهذا الغلام. وكان يومئذ أمير المؤمنين من الشباب
لم يكن يصنف من حيث العمر في الرجال. في المرة الثانية هكذا دعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأطعمهم وسقاهم وهم 40 رجلا وعرض عليهم ذلك، ولم يجبه أحد منهم إلا أمير المؤمنين صلوات الله عليه. وأيضا قاموا واستهزأوا برسول الله وضحكوا منه. وفي المرة الثالثة أطعمهم رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا وسقاهم، ثم عرض عليهم ذلك ولم يجبه أحد أيضا إلا أمير المؤمنين صلوات الله عليه. في المرة الثالثة قال صلوات الله عليه: هذا أخي ووارثي، وهو يشير إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، هذا أخي ووارثي ووزيري ووصيتي وخليفتي من بعدي. هذه قطعة من تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله في كل شيء أسوة، في التبليغ، في أسلوب التبليغ، في المسألة التي يستفاد من تاريخ رسول الله في الموارد العديدة، أيام البعثة، ابتداء البعثة، بعد ذلك ما دام هو في مكة، وبعد الذهاب إلى المدينة المنورة، بعد الهجرة، وإلى أن استشهد رسول الله صلى الله عليه وآله، من الأمور البارزة والمتواصل فيها رسول الله مسألة الإيجابية، مسألة الإيجابية وترك الانشغال بالسلبيات. هذه مسألة مهمة في مجال الموفقية في التبليغ للإسلام. رسول الله صلى الله عليه وآله عندما أعلن البعثة وقال له عمه أبو لهب نعوذ بالله تبا لك، رسول الله لم يرد على هذه السبة بكلمة إطلاقا، وتوجه إلى الإيجابية في التبليغ. وهكذا عندما دعا شخصيات العرب وأطعمهم وسقاهم 3 مرات وهم 40 رجلا وعرض عليهم خلافته من بعده، في الموارد الثلاثة، في الأيام الثلاثة، كلهم إلا أبو طالب سلام الله عليه ورضوان الله عليه كانوا يستهزئون برسول الله ويضحكون من رسول الله، ولكن رسول الله لم يرد على استهزائهم كلمة واحدة. لم يرد في التاريخ أن رسول الله رد على الاستهزاء حتى كلمة واحدة. رسول الله هو أنجح قائد في التاريخ، أنجح شخصية في التاريخ، أنجح الذين كانت لهم مهمة واستطاعوا أن يكونوا موفقا أكثر من أي آخر، من أي شخص آخر في مهمتهم. ولقد كتب أحد الكتاب من غير المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان أنجح من بقية الأنبياء، وغير مسألة الدعم الإلهي والتأييد والتسديد الإلهي، ولكن بالنسبة للأسلوب الظاهري الدنيوي الذي كان غالبا رسول الله بهذا يوفق،
أمور الغيبية كانت نادرة، التسديد الإلهي الاستثنائي كانت استثناءات في تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله. أما المهم من الأمور التي يجب أن يتعلم الجميع من رسول الله ذلك الإيجابية في التبليغ وترك الانشغال بالسلبيات. الانشغال بالسلبيات وإن كان أحيانا تكون هناك ضرورة ملحة، أما بمقدار الضرورة الملحة، أما كخط عام الإيجابية هي التي تجعل الشخص الذي يبلغ للإسلام موفقا أكثر، وهذا بالجلاء يظهر في شتى موارد تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله. فينبغي لكل من يعمل في سبيل تبليغ الإسلام وإرشاد الناس وهداية الناس، ينبغي أن لا ينشغل بالسلبيات إلا بمقدار الضرورة القصوى، وإلا فالخط العام هو الانشغال الأكثر بالإيجابيات، يبلغ للدين، يبلغ للفضيلة، يبلغ للإسلام، ويواصل ذلك حتى يوفق. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع بذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.